الباب التاسع والتسعون ومئتان. باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية: أو ليحفهما جميعا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد حسن.